مساء الخير، أهلا بحضرتكم مشاهدينا الكرام. وإلى هذا الخبر، حيث استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصا على توفير حياة كريمة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة بالشراكة مع شركة القيصر لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مدعمة ومناسبة. تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين لتكون بشرى سارة للجميع. وتتميز المبادرة بأسعار منافسة توفر اللحوم والدواجن أيضا بأسعار أقل من السوق لتكون في متناول الجميع مع جودة عالية، حيث يتم تقديم لحوم بلدي طازجة تخضع لرقابة بيطرية صارمة لضمان سلامتها ولضمان جودتها مع تغطية واسعة، حيث تتوسع المبادرة تدريجيا لتشمل جميع المحافظات المصرية بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين ودعم الطبقة المتوسطة. تعمل هذه المبادرة أيضا على دعم الإنتاج المحلي، حيث تسهم في دعم المزارعين المحليين وعلى تشجيعهم على زيادة الإنتاج. وشهدت المبادرة إقبالا كبيرا من المواطنين على جميع المنافذ، وذلك وسط إشادة كبيرة بتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة. للمزيد انضم إلينا مباشرة من إمبابة في الجيزة مراسلة إكسترا نيوز مونيكا مجدي. تحياتي مونيكا، ومزيد من تفاصيل المشهد لديك. تحياتي رغدة وتحياتي لمشاهدي إكسترا نيوز الكرام. بالفعل نتواجد الآن داخل منطقة إمبابة، حيث أطلقت مؤسسة حياة كريمة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة لبيع اللحوم بجودة عالية وبأسعار مخفضة. الصورة من خلفي تعكس بعض النقاط المتحركة في منطقة إمبابة في شوارع رئيسية، حيث يعني يتواجد متطوعي حياة كريمة لبيع هذه اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية. هذه المبادرة التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بشكل كبير ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتوسع في الحماية المجتمعية. اليوم هو اليوم الأول في هذه المبادرة، حيث أطلقت في عدة محافظات منها محافظة الجيزة. تواجدت هذه النقاط المتحركة في ثلاث نقاط بأرض اللواء وإمبابة ومنطقة المنيب منذ ساعات الصباح الأولى، وتواجدت أيضا في محافظة القاهرة بمنطقة شبرا وتحديدا من منطقة الساحل، وأيضا تواجدت في العديد من المحافظات الأخرى كمحافظة الإسماعيلية والشرقية. ومن الغد سيتم التوسع في هذه المبادرة بعدد أكبر من النقاط الثابتة والمتحركة لبيع اللحوم الطازجة البلدي بسعر الكيلو 210 من الجنيهات، بعمل لقاءات مع العديد من المواطنين يعني أشادوا بفرحة كبيرة على هذه يعني بتواجد هذه المبادرة واستمراريتها على مدار الأيام المقبلة. أيضا يعني بعض المواطنين اشترى أكثر من كيلو من هذه اللحوم الطازجة، ومن الجدير بالذكر أيضا أنه تم ذبح هذه الأضاحي في ساعات الصباح الأولى لتقدم من المزارع إلى المواطنين بشكل يعني بشكل مستمر يوميا، وأن هذه اللحوم هي لحوما طازجة كما ذكرت. هذه المبادرة تخضع أيضا لرقابة الإدارة البيطرية، حيث يتم يعني الكشف عن هذه اللحوم لضمان سلامتها وجودتها. ومن الجدير بالذكر أيضا أن اليوم هو اليوم الأول، وسوف يتواجد بعض النقاط الثابتة ويتم ضخ العديد من أطنان اللحوم بشكل يومي يعني يتم توفيرها لعدد أكبر من المواطنين في جميع محافظات الجمهورية. هذه المبادرة هي ضمن مبادرات عديدة تقوم بها مؤسسة حياة كريمة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وهذه الصورة لدي من منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، والعودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى. شكرا جزيلا لك يا مونيكا على كل هذا التفصيل الوافي للمشهد.
مشاهدينا الكرام، أيضا في محافظة القاهرة أطلقت مؤسسة حياة كريمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي مبادرة توفير اللحوم والدواجن بأسعار مدعمة ومناسبة. هذه المنافذ شهدت في أنحاء المحافظة إقبالا من المواطنين على شراء الدواجن وكذا اللحوم. أولا وفقا لتوجيهات القيادة السياسية أو السيد الرئيس الجمهورية إن كل المواطنين، وحرصا مننا إن كل المواطنين يعيشوا حياة كريمة، كانت أهم سلعة عندنا هي اللحم والفراخ، فلقينا السعر مبالغ فيه، السعر بيباع في عدد الجزارين بسعر حوالي 400 وفوق ال 400 حسب المنطقة. الحمد لله نزلنا باللحمة البلدي المذبوحة عندنا بسعر 210 جنيه، موجودين في كل حياة القاهرة. بدأنا النهاردة بحي الساحل من أكثر المناطق الشعبية الموجودة في محافظة القاهرة، إحنا بنعملها بنبدأ المبادرة في كذا محافظة. النهاردة إحنا الحمد لله موجودين في القاهرة وأكثر من محافظة، ولكن أنا بتكلم عن حي الساحل دلوقتي، وهبقى موجود في الفترة الجاية في أكثر من حي إن شاء الله بإذن الله. لحمة محترمة جدا، وأنا قلتها الحمد لله رحنا عملناها، لا لحمة كويسة جدا، وأنا طبعا مبادرة حلوة جدا من رئيس الجمهورية ان انت شايف الحاجة غالية فاحنا بنرخصها. هو بالنسبة ل 210 سعر ممتاز، انا اول مرة اجربها. السعر جميل جدا ومناسب وحلو قوي، ويا ريت تنتشر مبادرة حياة كريمة دي، يا ريت يبقى في عربيات كتيرة موجودة، لان في الوقت اللي احنا فيه ده احنا فعلا احنا محتاجين نقف جنب المواطن في الظروف اللي بتمر بيها البلد، ولازم كلنا نتكاتف ونبقى ايد واحدة في الوقت اللي احنا فيه ده. وانا شايف، انا بصيت عليها هي، انا مش يعني انا جبتها بردك علشان اكد الناس، هي لحمه بلدي جميله جدا طبعا، بالسعر ده يبقى حاجه كويسه جدا. اما في محافظه الجيزه بدات مؤسسه حياه كريمه في تطبيق مبادره توفير اللحوم والدواجن باسعار مخفضه، حيث سيتم افتتاح منافذ بيع اللحوم البلدي باسعار تنافسيه تقل كثيرا عن مثيلتها في السوق. وشهدت المبادره ايضا اشادات كبيره من مواطني الجيزه بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسه حياه كريمه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. الحقيقة أطلقت مؤسسة حياة كريمة هذه المبادرة للتخفيف على كاهل المواطنين في إطار التعليمات الرئاسية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. عندنا النهاردة في محافظة الجيزة ثلاجات متحركة بتحمل اللحوم بلدي طازجة، سعر الكيلو ب 210، وده طبعا يعني تقريبا 50% من سعرها المتواجد في الأسواق، لأن هي بتتباع بحوالي 310، فهنا في تخفيف على كاهل المواطنين. السعر 210، احنا متواجدين في ثلاث منافذ رئيسية بالنسبة للثلاجات المتحركة في محافظة الجيزة. المنفذ الأول موجودين هنا في المنيب بجوار مدرسة طه حسين، في منفذ آخر في أرض اللواء، وفي منفذ ثالث أيضا في إمبابة. وزي ما وضحت كده لحضرتك إن كل ده في إطار تخفيف طبعا الأعباء عن كاهل المواطنين. من خلال تواجدنا في المنيب بعربيات مؤسسة حياة متحركة بمؤسسة حياة كريمة، الإقبال عليها بقى كثير جدا من الأهالي، وتم بيع أعداد كثيرة من اللحوم، والناس مبسوطة قوي 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 بالعرض 210 دوت بالمبادرة. 210 ده لحم بلدي. كنت معدية بالصدفة لقيت عربية بتبيع لحمة مدعمة بأسعار حلوة عن السوق، فأخدت منها يعني، ودي حاجة حلوة يعني، بتخفف العبء عن المواطنين وبتساعد يعني. حاجة كويسة وجميلة للمحدود الدخل أو للناس اللي هي حياتها تعبانة، فدي بتساعد على أساس إن هي إيه تبقى فيها فرصة أجمل، ما فيش أي ما يكونش فيه احتياجات. الناس اللي هم كانوا يعني على قد حدهم على قد حالتهم طبعا بيدوروا على إن يكون أي شيء ينفعهم كماديا ويوفر لهم في معيشة ويخليهم حتى سعداء في طبعهم يعني. فدي حاجة كويسة جدا إن احنا بنلاقي المبادرات ديت بتساعد كل الأسر اللي محتاجة مساعدة، محتاجة أي شيء، وفي نفس الوقت كمان بتوفر لهم الاحتياجات كلها اللي هم عايزينها، على أساس إن هو لما بيجي يلاقي طلبه وتوفير في السعر بيخليه أخذ أقل حاجة يقدر يجيب، بدل ما بيجيب حاجة بسيطة لأسرته بيجيب حاجة أكتر. وعند مدرسة حسين لقيت العربية بتاعت يا مصر ولحمة جميلة، وخدنا وهنجربها تبقى كويسة إن شاء الله. لازم لاقي الناس الملمومة بقول في إيه، قالوا اللحمة البلدي بقى يعني جميلة ب 210، قلت أما أشوفها أجربها. وبعدين سيادة الرئيس بيعمل مع الناس كتير قوي قوي.
للتعليق على هذه المبادرة معي على الهاتف الأستاذ أشرف عبد الغني مدير تحرير الجمهورية. حياتي أستاذ أشرف، يعني ربما المبادرة ليست جديدة من حياة كريمة، مسألة الثلاجات المتحركة في الجيزة في القاهرة في الإسماعيلية وبتتوسع، هذه المبادرة كيف تراها وماذا تقول؟ أهلا وسهلا بحضرتك. يعني أعتقد أن المبادرة الجديدة لمؤسسة حياة كريمة هي مبادرة تأتي ضمن سلسلة طويلة من المبادرات المهمة في كافة المجالات، سواء الصحية، سواء في دعم الأسر الأكثر احتياجا، سواء في المبادرات التي تدعم احتياجات الأسر المختلفة من حيث السلع ومواجهة الأعباء المعيشية المختلفة. هذه المبادرة عندما ننظر إليها وننظر إلى مؤسسة حياة كريمة منذ أنشأت في المرة الأولى بأهداف محددة من خلال التوجه بشكل مباشر إلى القرى الأكثر احتياجا، إقامة شبكة جديدة من الخدمات والاحتياجات لأهالينا في هذه القرى، ثم إذ بنا أمام مبادرة تتحول إلى مؤسسة ومؤسسة تتحول إلى قدرة فائقة على التأثير الإيجابي في كافة مجالات الحياة. أولا عندما الدور الأساسي الذي قامت به المؤسسة وما زالت في توفير الخدمات لأهالينا في القرى الأكثر احتياجا، مد شبكة الطرق، إقامة المدارس، النواحي الصحية ومدى الاهتمام بهذا القطاع، ثم إذ بها تتحول مرة أخرى إلى فكرة التوجه بشكل كبير إلى الأزمات، حتى لو كانت أزمات خارج حدود مثلما فعلت ودشنت العديد من القوافل الإنسانية لأهالينا في غزة خلال هذه الأزمة الطاحنة الموجودة على حدودنا الشرقية، ثم ذهبت مرة أخرى إلى على سبيل المثال قبل عدة أيام عندما ذهب بشكل قوي للغاية للمساهمة بشكل إيجابي أيضا في مواجهة الأزمة الصحية التي عانى منها بعض أهالينا في أسوان، وكان لها دور كبير في الوقوف إلى جانب أهالينا في المحافظة في أزمة النزلات المعوية. إذن عندما نرى كل هذه المراحل التي مراحل التطور التي قامت بها مؤسسة حياة كريمة ونصل إلى هذه المنطقة التي يعاني فيها الكثيرون من جشع التجار ومن تداعيات الأزمة الاقتصادية، فإذ بالمؤسسة من جديد تقوم بدور داعم كبير لكافة مؤسسات الدولة وتقوم بدورها الاجتماعي المنوط بها وتقدم السلع والخدمات بأسعار أقل بكثير جدا، أقل بنحو 50% الأسعار الموجودة في الأسواق. هذا أعتقد أنه دور مهم تقوم به في توقيت مهم من وجهة نظري الدولة المصرية، برغم كل الأعباء وكل رغم كل التحديات التي تواجهها في الداخل وفي الخارج في ظل الظروف الصعبة الحالية من هذه المرحلة الحساسة للغاية من عمر هذه المنطقة، إذ بها تقوم بدور مهم أيضا على مستوى دعم مواطنيها ومساعدتهم على مواجهة الأعباء. الدولة المصرية بكافة مؤسساتها سواء من جانب الحكومة أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص من خلال التعاون الثلاثي خلال الفترة الأخيرة، إنما كله في مؤسسة حياة كريمة أعتقد أنها تقوم بدور أكثر من عظيم في إطار دعم الوطن والمواطن خلال الحياة بشكل أعتقد أنه يدعو إلى الفخر والاحترام. نسمينها تماما للمؤسسة، وأعتقد أنها مرشحة للمزيد من الأدوار الإيجابية خلال الفترة. من ضمن الأدوار المهمة طبعا هي مسألة أنه منتج مهم وأساسي بالنسبة للمواطن فيتم العمل عليه بجودة، ودي نقطة مهمة وبسعر مناسب، لكن النقطة الأخرى اللي عايزة حضرتك تعليق عليها أستاذ أشرف هي مسألة العمل على الإنتاج المحلي أيضا ودعم المزارعين، انعكاسه إيه بعد المبادرة دي تحديدا لو نتحدث على مستوى مبادرة حياة كريمة للحوم؟ يعني أعتقد أنه يأتي أيضا في إطار التحركات الواعية من جانب الدولة المصرية. الدولة المصرية بكافة مؤسستها مدركة تمام الإدراك أن التغيرات العميقة التي يشهدها النظام العالمي والأزمات المتجذرة الحادثة في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد والتوريد ومسألة التجارة العالمية، الدولة المصرية يعني تضع في حسبانها تماما منذ أزمة كورونا وحتى الآن أن التغيرات الجذرية في منظومة التجارة العالمية تفرض على الدولة المصرية اعتمادا أكبر وكاملا
على الزاد في مواجهة هذه التحديات. أولى هذه التحركات تأمين الأمن الغذائي لكافة المصريين بالاتجاه أولا نحو التوسع الزراعي في الصحراء واستصلاح الأراضي والمشروعات العظيمة في تشكى، ثانيا في تقديم يد الدعم والمساعدة للمزارعين ومنتجي الدواجن بشكل غير مسبوق حتى نحافظ على الانتاج المحلي وننمي هذا الانتاج خلال هذه الفترة المهمة، ثالثا على مستوى مؤسسات الدولة وزارة الزراعة القوات المسلحة كافة المؤسسات التي كان لها دور كبير في توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة. كل هذه التحركات المصرية أولا هي تحركات واعية لمساعدة أهالينا في مواجهة الأعباء الحالية، ثانيا هو تحرك واعي من جانب مؤسسات الدولة نحو فكرة الاعتماد على الزاد بشكل كبير حتى نؤمن غذاء المصريين، وهذه مسألة أصبحت فرض عين على الجميع وعلينا كما تفعل الدولة المصرية مواجهتها بكثير من الجهد. ثالثا على المواطن المصري العظيم، وهذه مسألة أعتقد أنها موجودة بشكل قوي، أن يدرك بشكل عميق وبشكل واعي لمدى التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، وبالرغم من كل هذه التحديات إلا أنها تتحرك بمنتهى القوة في مسارات متعددة، ولكن المسار الأهم والأول الذي تتحرك فيه هو تقديم يد المساعدة في كل المجالات المواطن المصري لمواجهة الأعباء هذه المرحلة. مع التحديات يا أستاذ أشرف هي مسألة الإجادة، يعني زي ما ذكرت في مستهل كلامك أنه حياة كريمة بتعمل على تحسين المعيشة في الكثير من الأمور، سواء المبادرات الغذائية أو حتى المبادرات لتحسين البنية التحتية، أو يعني أعني أنه المجالات فارقة عن بعضها البعض، لكن مسألة إجادة أي مبادرة هي اللي ممكن نتوقف عندها. وهنا أتوقف عند مسألة الرقابة البيطرية أو جودة اللحوم المختارة، يعني هذا ما أعنيه في هذه النقطة. يعني كون هذه المبادرة منطلقة من خلال مؤسسة ذات حيثية كبيرة في الدولة المصرية هي مؤسسة حياة كريمة، فهذه المسألة تؤكد بشكل قاطع أن جميع الاعتبارات الصحية والبيطرية والسعرية متوفرة تماما لهذه المبادرة. أعتقد على أرض الواقع من خلال المداخلات التي تم عرضها قبل قليل ومستوى الرضا الشعبي الكبير من جانب المواطنين على هذه السلع الحيوية بهذا السعر التنافسي وبهذه الجودة العالية، هذه المسألة تؤشر بشكل واضح، أقصد هنا الرضا الشعبي حيال هذه المبادرة، تؤشر تماما إلى أن هذه المبادرة النوعية عندما ذهبت إلى الشارع لتقديم هذه السلع بهذا السعر التنافسي فهي تضمن على كافة المستويات الجودة، المعايير الصحية، كافة المعايير التي تقوم بها هي، يعني مسألة الربحية هنا غير موجودة على الإطلاق، وهذه مسألة تعطي تأثير كبير على فكرة النزول بالسعر إلى هذا المستوى الذي يقرب من 50%، تعطي دفعة كبيرة على مستوى فكرة الجودة المقدمة للمواطنين من خلال هذه السلعة. كل هذه النقاط أعتقد أنها موضوعة في الاعتبار من جانب المؤسسة ونفذتها بشكل سريع للغاية، يتوافق مع آليات المرحلة وضروريات المرحلة، وهذه مسألة مهمة تقوم فيها مؤسسة لها دور عظيم في مسندة الدولة لمواجهة كل الأعباء المعيشية التي يتعرض لها المواطنين بفعل الأزمات المتعاقبة. نعم، احنا في الأيام الأولى أو اليوم الأول للمبادرة يعني عرضنا الكثير من ردود الفعل في الشارع، أعتقد هيتكشف أكثر أو يتأكد على ما شاهدناه خلال الأيام القادمة بالتأكيد. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أشرف عبد الغني مدير تحرير الجمهورية، شكرا جزيلا للتعليق. شهدت محافظة الإسماعيلية أيضا إطلاق مؤسسة حياة كريمة مبادرة توفير اللحوم والدواجن بأسعار مدعمة. تتميز هذه المبادرة بأسعار منافسة توفر اللحوم والدواجن بأسعار أقل من السوق لتكون في متناول الجميع مع جودة عالية، حيث يتم تقديم لحوم بلدي طازجة تخضع لرقابة بيطرية صارمة لضمان سلامتها وجودتها مع تغطية واسعة، حيث ستتوسع المبادرة تدريجيا لتشمل جميع المحافظات المصرية بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين ودعم الطبقة المتوسطة.
النهاردة في إطار توجيهات سيد رئيس الجمهورية وحرصا على توفير حياة كريمة لكل المواطنين يعني في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤسسة حياة كريمة بتطلق مبادرة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة ومناسبة لكل المواطنين بالشراكة مع شركة القيصر، وده يعني تخفيف عن كاهل المعيشة للمواطنين. مؤسسة حياة كريمة النهاردة بتطلق المبادرة في عدة محافظات، ويتم افتتاح منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة ومناسبة لكل المواطنين. حقيقة من أهم مزايا المبادرة إن فيها أسعار تنافسية كبيرة جدا، فهنلاقي إن السعر أقل من المثيل به الخاص في السوق. أيضا هنلاقي ان احنا عندنا هنا تغطية واسعة للمبادرة، احنا انطلقنا من عدة محافظات وان شاء الله هنستكمل شمول المبادرة في كافة محافظات الجمهورية بحيث ان هي تصل لكل المستحقين من الفئات محدود الدخل والفئة المتوسطة. ايضا عندنا النهاردة جودة عالية للحوم اللي بنقدمها وبتغلف يعني بطريقة متميزة جدا للمواطنين. الجودة دي بتخضع للخدمة البيطرية والاشراف البيطري بشكل كامل جدا في كافة مراحلها. عندنا ايضا ان المبادرة بتدعم الناتج المحلي وبتدعم المزارعين المحليين، وكل ده يعني في سلسلة من المبادرات والفعاليات اللي بتقدمها مؤسسة حياة كريمة للمواطنين بهدف تحسين المعيشة. واللحوم دي زي ما حضرتك شفت دي لحوم أنجس، أعلى سلالة لحم في العالم، يعتبر أول شركة استوردتها شركة القيصر للإنتاج الحيواني، والمواطن المصري يستحق كده ويستحق أكتر من كده. وإحنا مع سيادة الرئيس في أي قرار ياخده، وإحنا مساهمين مع سيادة الرئيس بدمنا مش باللحوم ولا بالعجول. اللحم لازم دكتور بيطري هو اللي بيشرف عليه، بيجينا كل يوم دكتور بيطري عشان خاطر يتأكد إن اللحم دوت ما تبقاش سلخانة، لازم إن هو بيجي كل يوم بيشوف الجسيمة بتاعته ويتأكد ان اللحم دوت مظبوط عشان خاطر ايه في لعب في دهولة يعني اللي من دول وكده. وطبعا السعر دوت السعر احنا بنبيع يعني بسعر مش ليه منافس، ان انت تبيع بالسعر دوت مش ليه منافس، وحتة اللحمة كويسة والجودة بتاعتها كويسة، والحمد لله يعني ايه بفضل ربنا وفضل سيادة الرئيس احنا ايه ماشيين بمرضي الله. ليه سعر مرتاح ولحمة حلوة ولحمة طازة، وانا جربتها مرة واثنين وثلاث وواجه من مركز سمنود علشان اخد لحمة هنا مخصوص، ما شاء الله يعني حاجة حلوة يعني. المبادرة محترمة وحاجة كويسة للشعب، وربنا يخلينا سيادة الرئيس. الاسعار لا الاسعار معقولة كويسة عن غير الجزارين برا خالص، واللحمة بلدي محترمة. والله مبادرة جميلة جدا، ويعني السعر في متناول كل الناس، واللحمة بسم الله ما شاء الله يعني كويسة جدا، ما بنفرقش بينها وبين اللي احنا بنجيبها من البقالين العاديين، يعني الحمد لله حاجة كويسة. وبنشكر سيادة الرئيس وبنشكر حياة كريمة على المبادرة الكويسة دي. أحلى لحمة هنا في شركة القيصر، ولحمة ممتازة وطازة، لحمة 100% والسعر ممتاز، ولحمة فوق من الممتاز، واول واحد يجي ياخد منها انا هنا، وحتى قرايبي يخليهم يجي ياخدوا منها. اني باجي من فؤوس شرقيه حوالي بتاع 50 كيلو عشان اشتري لحمه من هنا. قول لي ليه وانا اقول لك ليه. اللحمه هنا طازه وجميله جدا 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 والابعد الحدود يعني، ولحمه للغني والفقير، بيخلي الفقير ياكل. وانا بشكر الرئيس على دعمه مع الشعب ومع الدنيا كلها ومع مصر بالكامل، وربنا بحق جه النبي يطولنا في عمره ويزيده من نعيم الله كمان وكمان. أهلا بحضراتكم من جديد بعد أن تابعنا ردود الأفعال المبدئية والأولى لهذه المبادرة. معي على الهاتف الأستاذ عبد اللطيف وهب الكاتب الصحفي. تحياتي أستاذ عبد اللطيف. يعني مثلث ربما يعبر عن تفاصيل هذه المبادرة، الرقابة البيطرية أو جودة اللحوم، سعر تنافسي، وتغطية شاملة أو بالتدريج لجميع محافظات الجمهورية. تفضل يا فندم. أهلا بحضرتك. طبعا دي من المبادرات الهامة اللي دايما الدولة بتكليف من القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة يعني التمسك بهذه المبادرات وطرحها في كافة المحافظات. ليه؟ لأن هي بتعمل نوع من التعادلية في الأسعار لدى القطاع الخاص والقطاع الحكومي. ثانيا هناك في المبادرة هتلاقي في أن القطاع الخاص بيطلب من الحكومة المشاركة في هذه المبادرات، وكذلك
يعني محلات أخرى، وده طبعا نوع من الضريبة الاجتماعية التي يقدمها هؤلاء التجار إلى جمهور المواطنين. إيه؟ لأن زي ما حضرتك ذكرت، كلما وجدوا أن الحكومة بتقوم بطرح كميات كبيرة من هذه اللحوم عن طريق منافذها أو حتى المنافذ المتنقلة بالنسبة للجيش والشرطة والمجمعات الاستهلاكية، فده بيدفعها أيضا إلى خفض أسعارها، وبالتالي المواطن بيشعر بمدى اهتمام الدولة بوضعه الاجتماعي. ثانيا، هناك تكليفات من القيادة السياسية أيضا للحكومة بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في مثل هذه المبادرات. يعني عايزين نقول أن الحكومة بتكسب، ولكن على الأقل هي بتبيع بالتكلفة الحقيقية. ليه؟ لأن ده في صالح جميع المواطنين. ثانيا، المبادرة لو شفنا مدح عندها تنطلق مثلا في القاهرة الكبرى مثلا على سبيل المثال، لكن ما هو الموقف بالنسبة للمحافظات التي لا يوجد فيها مثلا مجمعات استهلاكية؟ هناك منافذ القوات المسلحة والشرطة المتنقلة اللي هي بين في المحافظات. وعايز أقول لحضرتك إنك لما بتسألي مواطن بيبقى عارف مكانها فين ومواعيد عملها إيه، وبالتالي ده نوع من الحرص من جانب المواطن ومن جانب الحكومة أو الجهات المنفذة إن هم يعني يبقى في تواصل بينهم وبين المواطنين خصوصا فيما يتعلق بالأسعار. مسألة الإنتاج المحلي ودعمه من قبل المؤسسة ومن قبل طبعا الحكومة، وفي نفس التوقيت دعم المزارعين، هذا التناغم أو هذه الشراكة كيف تراها وماذا تقول أستاذ عبد اللطيف؟ طبعا هي من الأمور الهامة، لأن حضرتك مثلا إذا كنت بتتكلفي أو كلفت أو تكلفت هذا الإنتاج مرتفعة، أما الحكومة بتتدخل في دعم الفلاح دعم المزارعين وخلافه، ده بيؤدي إلى تقليل الأعباء على الفلاح أو المزارع، وبالتالي بيبقى عنده قناعة إن المحصول بتاعه بدل ما بياخده تاجر بيقوم يوديه مثلا اللي هي الأسواق المجمعة، وهذه الأسواق المجمعة تلعب دور كبير جدا. لأن كمان عايز أقول لحضرتك إن في بعض المنافس التابعة للحكومة تقوم بالتعاقد مباشرة مع المزارعين لتوريد إنتاجهم إليها، سواء كان فاكهة سواء كان خضار سواء كان يعني أي إنتاج زراعي بيتم تقديمه إلى هذه المنافس. نعم، بشكرك شكرا جزيلا على انضمامك لنا الأستاذ عبد اللطيف وهب الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا للتعليق. فصل قصير مشاهدينا الكرام، بعد الفصل عودة لنستكمل الجزء الثاني من التغطية القومية. من جديد بنرحب بحضراتكم وعودة مرة أخرى للحديث عن مبادرة حياة كريمة بالشراكة مع شركة القيصر لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مدعمة ومناسبة، حيث تهدف هذه المبادرة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين لتكون بمشيئة الله بشرى سارة للجميع. بتتميز المبادرة بأسعار منافسة، توفر اللحوم توفر الدواجن بأسعار أقل من السوق لتكون في متناول الجميع مع جودة عالية. بيتم أيضا تقديم في هذه المبادرة لحوم بلدي طازجة بتخضع لرقابة بيطرية صارمة لضمان السلامة والجودة مع تغطية واسعة. ستتوسع حتى هذه المبادرة تدريجيا لتشمل جميع المحافظات المصرية بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، وبالتأكيد الهدف الأول هو دعم الطبقة المتوسطة.
التعليق على هذه المبادرة معي على الهاتف الأستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي. تحياتي أستاذ كمال. وجه الاستفادة للجانبين بإطلاق سعر تنافسي 210، يعني وجه الاستفادة معروف للمواطن، لكن على الجانب أو الصعيد الآخر فكرة البيع بالسعر الذي من المفترض أن يباع به أصلا اللحوم، لكن بالتأكيد المغالاة في الأسعار يعني تحدث فارقا في الأسعار. تفضل أستاذ كمال. تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. الحقيقة يعني هذه المبادرة من جانب مؤسسة حياة كريمة بتأتي ضمن جهود المؤسسة المستمرة لدعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وأيضا مواجهة محاولات رفع الأسعار وجشع بعض التجار ويعني رفع الأسعار بشكل غير مبرر. الحقيقة كما أشرت حضرتك يعني المبادرة بتطرح اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وأسعار تنافسية. احنا بنتكلم كيلو اللحم البلدي بسعر 310 جنيه، المستوردة بسعر 210 جنيه. هذه الأسعار هي أسعار تنافسية وأسعار مخفضة، ويمكن احنا لما بنتكلم عن السوق وبنقول آليات السوق، فمن ضمن آليات السوق اللي هي بتجبر التجار على خفض الأسعار أن يتم طرح بدائل سعر منافس للسوق. نعم، فهذه الأسعار أو هذه المبادرة هتقود السوق لخفض الأسعار، لأن طبعا دي ضمن آليات السوق الحر. يمكن حضرتك أشرت النقطة برضو مهمة، أن هي يعني فايدة هذه المبادرة ليست فقط للمواطن فقط ومن خلال توفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، لكن أيضا يعني بتحقق يعني مستهدفات أخرى، من ضمنها دعم الإنتاج المحلي، من ضمنها دعم المزارعين المحليين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج. كل دي طبعا فوائد لهذه المبادرة. الحقيقة يعني برضو يمكن ما يميز المبادرة هي انتشارها في مختلف المحافظات. هي طبعا بتبدأ بالقاهرة الكبرى والإسماعيلية والشرقية، وتتوسع يعني تغطي جميع المحافظات من خلال المنافذ اللي هيتم يعني وتوفيرها في مختلف المحافظات. هي الحقيقة بتمثل دعم ليس فقط للفئات الأولى بالرعاية، لكن أيضا حتى للشرائح المتوسطة من المواطنين اللي هي يعني تستطيع من خلال هذه المبادرة أن تحصل على اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة. الحقيقة أيضا يعني ده يأتي ضمن الأدوار الكثيرة اللي بتقوم بها مؤسسة حياة كريمة لمساندة المواطنين، سواء من ناحية
الـ يعني تكاليف المعيشه او من ناحيه حتى التعليم والصحه وغيرها من المجالات اللي مؤسسه حياه كريمه اصبحت بتقوم بها لدعم المواطنين في مختلف المحافظات وتقديم كل التيسيرات لهم والتخفيضات اللازمه لهم في مختلف السلع والخدمات. ايه هي حياه كريمه؟ يعني العنوان الاول لفلسفتها هو الدعم. نعم. بالتاكيد دعم الاكثر رعايه او الان فيما نتحدث فيه هذه المبادرة دعم الطبقة المتوسطة، دعم المنتج المحلي زي ما حضرتك تفضلت، ودعم المزارعين. لكن لما أتوقف عند دعم المزارعين أو عند دعم المنتج المحلي، أولا انعكاسه على هؤلاء، وماذا يعني أصلا دعم المنتج المحلي والمزارعين في هذه المبادرة أستاذ كمال؟ نعم. الحقيقة المبادرة طبعا من خلال وهي بتوفر اللحوم البلدية والدواجن بأسعار مخفضة، هي بتقوم بالحصول عليها من المزارعين سواء فيما يتعلق باللحوم أو الدواجن. بالتأكيد طبعا ده هيشجع يعني على المزيد من الانتاج بالنسبة للمزارعين وبالنسبة طبعا للانتاج المحلي من اللحوم، ده طبعا هيكون دافع أكبر للمزارعين في التوسع في الإنتاج، وفي نفس الوقت توفير منافذ للتوزيع على المواطنين. المواطن طبعا ضامن هذه المنتجات من خلال الرقابة اللي بتتم من خلال الرقابة البيطرية، فالمواطن بالتأكيد طبعا هيقبل، يعني فيه عامل السعر وعامل ضمان المنتج نفسه سواء لحوم او دواجن، فهيكون في اقبال كبير طبعا، وهذا الاقبال هيشجع المزارعين والمنتجين على المزيد من الانتاج، فالفائده هتتحقق لكل اطراف العمليه سواء المستهلك او المواطن او المنتج او المزارع. في شركه القيصر هي الشريك في مساله اللحوم هذه يا استاذ كمال، فهل هذه الشراكة هو بالتأكيد دعم، لكن هل متعلق بما كان يحدث في اجتماعات مجلس الوزراء من دمج القطاع الخاص مع الحكومة؟ هل نربط المسألة بهذا الشكل؟ الحقيقة بالفعل، يعني الحقيقة يعني هذه المبادرة تمثل نموذج للشراكة ما بين الأطراف المختلفة، طبعا الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وهي شراكة مثمرة وأثبتت الحقيقة يمكن دور التحالف الوطني للتنمية ومن خلال المؤسسات المختلفة سواء مؤسسات المجتمع المدني أو القطاع الخاص كان ظاهر جدا. هذه المبادرة نموذج أيضا للشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يحقق طبعا أولا مصلحة المواطن وفي نفس الوقت مصالح كل الأطراف، ويحقق عملية تنموية شاملة تساهم فيها كافة الأطراف، وده نموذج حقيقة للشراكة المجتمعية. لكن مسألة أنه ربما كان هناك الكثير من المطالب للقطاع الخاص بأن يشترك أو أن يكون هناك تناغم بينه وبين الحكومة، سرعان ما تم الاستجابة بهذا الشكل، فرؤية حضرتك لهذه النقطة تحديدا؟ الحقيقة دي نقطة مهمة جدا، ويمكن من خلال الاجتماعات حتى اللي بيعقدها بشكل مستمر رئيس الوزراء وأيضا وزير التموين والوزراء المعنيين مع القطاع الخاص ومؤسسات القطاع الخاص، القطاع الخاص المصري حريص جدا على أن يقوم بدور لتوفير المنتجات المختلفة بأسعار مخفضة، على أن تكون هناك شراكة مع الدولة ومع الجهات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني. القطاع الخاص المصري حريص على أن يكون له دور، حريص على أن يبرز أنه حتى إذا كان هناك بعض التجار يعني جشعين أو بيحاولوا يغلوا الأسعار، لكن ده لا يعبر مطلقا عن القاعدة العريضة من القطاع الخاص المصري اللي بيساهم وبيدعم المؤسسات الدولة في سعيها نحو توفير المنتجات بأسعار مخفضة بأسعار مناسبة للمواطنين. فالحقيقة ده تأكيد جديد على أن القطاع الخاص شريك مع المجتمع المدني ومع الحكومة في مواجهة الغلاء وفي توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين، وهي الشراكة زي ما قلت لصالح المواطن ولصالح أيضا كل أطراف هذه الشراكة من القطاع الخاص والمجتمع المدني. سؤال ربما يمكن أن يطرح في توقيت كهذا، لما تباع اللحمة بسعر 210 وهي أصلا بأكثر من 300، سؤال كيف تتم الاستفادة، كيف نجيب عليه؟ بالتأكيد طبعا يعني فيه نوع من الدعم من القطاع الخاص ومن الدولة،
لصالح هذا الدعم بيذهب لصالح المواطن المستهلك ولصالح المزارعين كمان. فطبعا هذا الدعم بيحقق تنشيط السوق بيحقق يعني وتنشيط السوق وفي نفس الوقت توافر السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين وجود قوة شرائية أكبر لدى المواطن. هي طبعا ده بيوسع دائرة الاستهلاك لأن طبعا القوة الشرائية لعدد كبير من المواطنين هتكون متاحة أنها تقوم بشراء هذه المنتجات بهذه الأسعار. فبالتأكيد طبعا زيادة القوة الشرائية لدى المواطن واتساع قاعدة المستهلكين أيضا هيؤتي بثمارة على القطاع الخاص المشارك في هذه المبادرة، وفي نفس الوقت أيضا بيدعم المسؤولية المجتمعية القطاع الخاص، وده على فكرة جزء من ثقافة القطاع الخاص في مختلف أنحاء العالم أن تكون هناك مسؤولية مجتمعية، النهوض بالمجتمع وتوفير منتجات للمجتمع بسعر مناسب، ده يحقق فائدة أيضا للقطاع الخاص من خلال زيادة قاعدة المستفيدين والمستهلكين. فالحقيقة بيحقق الفائدة لكل الأطراف المشتركة في هذا في هذه المبادرة. لكن على باقي التجار هل نستطيع أن نقول أنه بيجعلهم يعيدوا النظر في أسعارهم أم لم تحسب المسألة بهذا الشكل أستاذ كمال؟ لا الحقيقة يعني هو إحنا فعاليات السوق الحر بتكون بدلا من فرض تسعيرات جبرية، طبعا السوق الحر مفيهوش تسعيرات جبرية، لكن السوق فيه آليات يمكن من خلالها قيادة السوق نحو الانخفاض نحو خفض الأسعار، ومن ضمن الآليات توفير منتجات أكثر وبسعر أقل أو بسعر مناسب. فدي ضمن آليات توازن السوق أو ضمن آليات تصحيح مسار السوق أن تكون هناك طرح أكبر للمنتجات وبأسعار أفضل. فبالتأكيد طبعا مع اتساع هذه المنافذ وانتشارها في مختلف المحافظات بالتأكيد طبعا هيقبل المواطن على هذه المنافذ. فبالتأكيد طبعا التاجر هيكون مضطر أن هو على الأقل يعني يقترب من السعر المطروح أو لا يبالغ في الأسعار لأن المواطن أصبح لديه البديل. بالتأكيد طبعا ده من الممكن أن تكون إحدى آليات السوق لقيادة السوق نحو خفض الأسعار أو على الأقل نحو عدم المغالاة في الأسعار المنتجات. وفي مفهوم نحب أن احنا نركز عليه، مسألة ربط دائما الأسعار المناسبة أو المعقولة بأنها ليست ذات جودة معقولة أو مناسبة. نعم دي جزئية مهمة فعلا، يعني يمكن الناس لما بتلاقي مثلا المنتج يعني اللحوم نحن بنتكلم مثلا عن اللحوم البلدي ب 310 جنيه أكيد طبعا المواطن لو ما فيش مبادرة زي كده بتشرف عليها الدولة بتتعاون فيها كل الأطراف أو على الأقل يعني تشرف عليها مؤسسة يعني لها وضعها ولها كيانها زي مؤسسة حياة كريمة وبتستعين بخبرات مؤسسة حياة كريمة بخبرات طبعا بالتأكيد ومن خلال تحقيق الجودة والرقابة من الخدمات البيطرية وغيرها. بالتأكيد طبعا المواطن لو ما شافش مبادرة زي كده ولقى هذه الأسعار محفظة ممكن أن يعني يخشى شراء اللحوم أو يعني خاف أنها تكون طالما سعرها منخفض كده ممكن ما تكونش ذات جودة مناسبة. إنما تكون هذه اللحوم متوفرة من خلال مبادرة زي حياة كريمة وبجودة مناسبة وضمان الجودة وضمان الكشف عن اللحوم وضمان هي مطروحة بجودة عالية بالتأكيد طبعا دي نقطة مهمة في ثقة المواطن المصري في شراء هذه اللحوم وزيادة الإقبال عليها لأن طبعا لحوم مضمونة ومنتجات مضمونة من خلال طبعا يعني جودتها محققة والكشف من الجهات المعنية موجود. فطبعا ده ضمان وثقة للمواطن أن يقبل على شراء هذه المنتجات. بشكرك على وجودك معنا أستاذ كمال، كان في صحبتي الأستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا. ومشاهدينا الكرام الشكر موصول لحضراتكم، على رأس الساعة نشرة السادسة، شكرا طبعا.